السلام عليكم الأخوات، مرحبا بكم معايا إن شاء الله في هذا الفيديو اللي غادي نشارك معكم لبعض المشروبات الساخنة كنحتاجوها في وقت البرد. كما كتعرفوا هذا فصل الشتاء، بدا البرد وكنحتاجو نسخنو الجسم ديالنا، وفي نفس الوقت نعطي واحد المناعة للجسم. كتعرفوا ما بقيناش كناخذوا بحال هاد الاعشاب، ولينا في عصر السرعه كنعمروا غير البريريد ديال اتاي وقلي اللي كيدير فيه بحال هاد المنسمات. انا صراحه ما كنديروش في اتاي، بحكم ان ملي كنعمروا اتاي كيبغيو كاع مالين الدار يشربوا منه، واللي عنده الوليدات راه ما كيبغيوش بحال هاد المشروبات اللي كلهم صراحه طاقه ومنفعه وكيسخنوا وفيهم عده مكونات اللي غنشارك معاكم. كما كتلاحظوا معايا، انا قشرت الليمون المندلين وعندي الحامض وكتشوفوا السكنجبير. انا غادي نعطيكم بالنسبه انا اللي كنستعمل، وتقدروا تزيدوا وتنقصوا. انا هادو هما اللي كنستعمل باش نتفادى انني ندير مكونات اخرين اللي ما كنعرفش وما غاديش نقدر نستعملهم، والعواقب ديالها على الجسم ديالي. كاينين عده اعشاب، ولكن انا ما كنزعمش على شي اعشاب اللي هما يقدروا يطلعوا لينا يا الضغط ولا يتاثروا لينا على صحتنا. هادو المكونات اللي بساط، اللي ما عندهم حتى شي اثار جانبيا، يقدر اي واحد يستعملهم. هنا قشور التفاح، هنا قشور المندلين، اوراق الزيتون، وعندي حتى اوراق شجره ديال الليمون. انا صراحه هادو عندي بيو، الاخوات اللي ما متوفرش ليهم بيو يقدروا يرقدوا التفاح او الليمون او الاوراق الشجره ولا النعناع. الا ما عندهمش بيو يقدروا ياخذوا يحطوه في الماء، يغسلوه بعدا هو اللول، ويحطوه في الماء والخل، ويحكوا ديك التفاحه ولا الليمونه عاد يقشروها ان شاء الله. هنا وريت لكم عندي اوراق ديال الزيتون، غادي نغسلهم مزيان. هادو كلهم غسلتهم وحطيتهم، عاد بديت معاكم الفيديو. هذه من شجره زعما ديال الزيتون، ما معالجاش بيو. كتعرفوا اوراق الزيتون، انا ما نقدرش في الفيديو نعطيكم المنافع ديال القشور ديال التفاح، المكونات ديالو، ولا ديال اوراق الزيتون اللي هما معروفين، ولا سكنجبير. ربما تقدروا تدخلوا لاي وحده بغات المعلومات وتاكد بان هادو فيهم عده فيتامينات. واخا كنقشروا وكنرميو، هادو عندهم منافع كثيره، وكتلقاه في لي تيزان كيتباعوا دابا، في هاكا كيتباعوا في دي ساشي، كيتباعوا بثمن. حنا كنوجدوهم في الدار باقل تكلفه ومنقيين، وكنعرفوا شنو فيهم، وما معالجينش بالادويه الكيميائيه. هنا قشور الرمان كما كنوريكم، راني قطعتهم اطراف صغار قبل ما نجفف هاد المكونات كلهم. غادي نحطهم في الظل ينشفوا ليا. هنا سكنجبير طري، الا عندكم اللي ناشف تقدروا تستعملوه. انا غادي نقطعو قطع صغار باش مني غادي المده اللي غادي نكرمهم او نحطهم في الظل. وياكم تحطوا الحاجه اللي غادي تستافدوا من الفيتامينات ديالها، ما تحطوهاش في الشمس، تحطوه في البلاصه اللي تيكون فيها الهواء، في البلاصه عندكم في المطبخ، وبالليل تحاولوا تغطيوهم. انا الطريقه اللي كندير، ومني اذا كنتو زربانين وبغيتو تستعملوهم، مجرد كطفيو الفران ملي كطيبو الخبز وكطيبو شي حاجه، كتخليو الحراره تهبط شويه، كتدخلو على دفعات، كل مره كتدخلو تتشوفوا بان الوراق ديالكم او ديال الرمان وكلهم نشفوا وتخلصوا من داك الماء ديالهم باش تقدروا تحتفظوا بهم. هاد المرحله بالنسبه للاخوات اللي ما عمرهم داروا هاد الاتزان، هكا يخليو دوك المكونات كلهم، دوك الاوراق ينشفوا جيدا، ينشفوا من الماء باش ما يخسرش ليهم، او ديروا كميه اللي تقدروا تستعملوها في واحد الفتره قصيره. هنا كما لاحظتوا معايا، راه خداو معايا تقريبا واحد 10 ايام، ودابا كتعرفوا وقت البرد كل مره كنطفي الفران كندخلهم حتى نشفوا، ولاو هكذا قاصحين. هنا غادي نزيد عليهم شي مكونات اخرين، كما كتشوفوا قشور الرمان حتى هما راه نشفوا قصحوا. هنايا غادي نزيد شي مكونات وحدين اخرين كانوا عندي، بحال هكا تاخذوا الورد او اللويزه، تزي راه تقدروا تنقصوا ولا تزيدوا اي مكونات عندكم. هنا اللويزه، وعندي الورد، وعندي القرفه، وثلاثه العواد او اربعه القرنفل. انا القرنفل الا بغيت نحطه في هكا في الكاس، كنحاول ناخذ غير عود ولا جوج، ما تفوتوش
كتر من جوج ولا ثلاثه العواد في هكا في الطاسه ديالكم او في الكاس، لان كتعرفوا بحال الزعتر. انا ما درتش الزعتر هنا حيت علاش؟ الزعتر ما خصكمش تاخذوه بشكل يومي، كيطلع الطونسيون. وبحال هاد اللي حطيت انايا هادو ما عندهم حتى شي ضرر، تقدروا تاخذوا مكون من الحاجه. بحال دابا خديتو هكا طرف ديال اللويز، ثلاثه الوراق ديال اللويزه، كتاخذوا طرف ديال الليمون، ديال الورق ديال شجره الليمون، شويه القرفه، وكتحطوا الكميه اللي بغيتو ديال شخص او جوج او ثلاثه، وكتعرفوا شنو حطيتو. اما بالنسبه لي هذوك مطحونين يقدروا يديروا فيهم شي حاجه، نتوما ما عارفينش واش غيناسبكم في صحتكم. اما الا وجدتوهم هكا في الدار وكديروا الميزان ديالكم، بالاخص الزعتر والقرنفل ما يخصوش يتخاد بشكل يومي. هنا كناخذ الكميه اللي بغيت، بحال دابا انا كندير هكا الطاسه ديالي، كناخذ كل حاجه كناخذ منها شويه. وهنا راني درت المطايب، لان بحال هادو ما خصهمش تحطوهم في هكا في البراد او في الكاسرون وتغليوهم، هادو كلهم نقيين ما تحتاجوش تغسلوهم. الا صيبتوهم في الدار كتجيبوا المطايب وكتخويو عليهم وكتغطيوهم. هنا حاولت ناخذ غير واحد جوج ولا ثلاثه ديال القرنفل، كما كتعرفوا هو راه كيطلع المناعه وكيحمينا من هاد نزلات البرد. والورد راه اي مكون شفتو عنده تقدروا تدخلوا للانترنت، لان الا جيت نقول لكم كل مكونه شنو باش كيمتاز الفيديو غيجي طويل. ان شاء الله كنت نشاركت معكم انا داكشي اللي كندير في الدار وصحي. هنا غندير عليهم المطايب وغادي نغطيهم تقريبا غير واحد 3 دقائق 4 دقائق، كتلقايهم كلهم تلقوا المواد ديالهم. بالاخص وقت البرد كنحتاجوا بحال هذا، بحال هاد المشروبات الساخنه. وتتبارك الله حنا اتاي مره نديروه هكا بالشيبه، هذا هو وقته، وقت الشيبه دي وقتها. استفدوا منها، من غير الوليدات ما كيبغيوهاش، ولكن ما نحرموش راسنا حنايا الكبار ناخذوها. صافي هنايا غادي نجمع باقي المكونات، تكون عندكم واحد القرعه كوت الزاج تكون ناشفه، وتحافظوا عليهم في شي بلاصه اللي ما يدخلش ليها الميديتي باش ما يلواوش ليكم. وقت ما بغيتوهم تلقاوهم كتهزوا كل حاجه، كتهزوا منها شويه شويه وكديروا المشروب ديالكم اللي كيجي صراحه رائع. بغيتو ديروا ليه معلقات العسل، بغيتو تشربوه هكاك. انا هنا نسيت صراحه، بديت كنصور ونسيت واحد المكون اللي هو زوين وكيجي حتى الا درتو غير بوحدو كيجي. بعض الاخطار كنشربو بوحدو هو عرقسوس. انا بعض الاخطار كناخذ غير عود القرنفل، عود ديال عرقسوس، كنغسلوه مزيان وكنخوي عليه المطايب، كيجي رائع وكيطلق لينا واحد الحلاوه طبيعيه. هنا غادي نحط واحد، لانني نسيتو، غادي نحط واحد طريف هكا مع داك اللي غادي نشرب، والباقي كنحطو هكا صحيح وكنقطع منه العبار اللي بغيت. هنا من بعد الطلق ليا غادي نصفيه ان شاء الله وغادي نمشي نشربو. اكثر كنبغي نشربو هكا في الليل جوي 6 7، كتشربوه كيسخن لكم الدات ديالكم وكتستافدوا من داك المكونات. نتمنى ان شاء الله هاد لي زاستيس ولا بالنسبه لهاد المشروب تلقاو فيه اللي يفيدكم. نتمنى ان شاء الله واحد اللايك وتشجيع منكم. خليت لكم الصحه والهنا.